حبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه ناي رحمة يا دنيا رحمة رحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه ناي أجي من هنا أروح هنا والله هي أزمة خانخة مش طبيعية يعني أنا أطلع من البيت بأخذ معي طريق ساعة يوم الجمعة عشان ما في أزمة بتاخذ معي 10 دقايق طريق شلون طريقة طبعا مفروض إنه ميلاد الطريقة اللي يعالجوا فيها مشكلة السير هاي وبالذات إنه عم يسووا هلا لمشروع جسر الصحافة والباص السريع المفروض إنهم يسووا كمان مشكلة لهالأزمة اللي بدأت تسبب من وراء هالمشروع اللي بدهم يعملوه. أوكي أزمة السير سببها الشرطة من الآخر لانه مش معقول يعني بوقف الدوار ساعه والدوار فاضي هي شغله شغله ثانيه انا بروح على شارع مكه وانا مروح من شارع مكه عادي يسكروا الدوار وينزلونا من تحت الجسر ويخلونا الف لفه طويله انا ما صدقت واحد يجي يسنى عشان ما في شغل لي ويلففونا لفه طويله عشان الدوار فاضي بس الشرطي خلص مزاجه معصب شوي فمش عارف يعني بدوش يمرق ناس او واحد زمر له فبوقف 70 واحد صراحة الأزمة صارت خانقة يعني هلأ أنا مشتهية مرة أولادي يوصلوا على المدرسة إنه بس يحضروا الطابور هو يا ريت تكون تمشي شويتين وتوقف وتمشي شويتين وتوقف بس هي هلأ صارت قبل أول ما بلشوا الأزمة كانت صراحة تمشي شوي من هون شوي من هون هلأ لا أنت إذا ملاحظة عم بتطول الفترة كتير سو عم تعمل الأزمة مش بس على الدوار لورا ورا والله دوار المدينة أحيانا يعني بتكون الأزمة طبيعية يعني نتيجة ضغط السير ونتيجة كثرة الناس وكثرة السيارات ولكن احيانا يعني رقيب السير او الشرطي اللي واقف او الشرطي اللي واقفه هي بتحجب السير على جهه وبتفتحها على جهه ثانيه وهذا شيء يعني امر من السير انه سحب السير اللي خارج الدوار لازم يكون الدوار يكون بحاله جيده ونشطه على اساس ما يصير ارباك لحركه السير والله الازمه يعني صراحه بتعطل احيانا وكثير يعني احنا متاخر على شغلنا واغلب الاحيان الواحد يعني بتاثر عليه كثير بالنسبه للازمه يعني والله انا صراحه بشوف في عدم تنظيم بالنسبه للازمه صراحه بالنسبه لل يعني بالنسبه للشوارع وبالنسبه لل لكثير شغلات يعني فالافضل يكون في تنظيم احسن يعني بالنسبه للازمه وفي زياده سيارات كثير وفي يعني هذا اللي شايفه يعني انا صراحه دوار المدينه مزاجيه شوف انا ان هون هاي البنت بتنطر الناس كلها الخطوط الثانيه ماشي الا الخط هذا الخط هذا متعب جدا صراحه وكثره السيارات يعني احنا لو بنعمل فردي وزوجي احسن والله هذا الدوار الازمه عليه يعني بفتره الظهر والمساء والصباح او الصباح في كمان ازمه مش طبيعيه وكل يعني البلد اجمالا صارت كلها ازمه بس هاي الدوار هذا دائما مشكله بجهه اليمين بنعاني احنا هاي من جهه شوف السيارات كيف عمالة واقفة خطوط كلها ماشية هاي بوقفوا بنسونا ودوار داخلية كمان نفس العملية بنسونا وصار الناس تزمر كمان بنفس المعاناة والله الحل السيارات كثيرة في البلد يعني صار احنا مثلا كتاكسي بتنهب باللف عندنا كمان نزلوا سيارات الخصوصي اللي ما بتعرف اساسها من وين يعني كل واحد صار عنده سيارة خصوصي بيعمل على التطبيق بنزل يعني احنا معروفين 11000 سيارة طب عندك سيارات خصوصي صارت تنزل اللي ما عنده واحد عنده كيا او هنداي او فانتي ولا اي نوع من السيارات الكوري الا منزلها بيشتغل عليها يعني سواء خصوص يعني طلبات او نقل ركاب ترى كلها في الشارع صبها ما صار عندنا نقل يعني سيارات انه هاي تاكسي بتشتغل السيارات البيضاء هاي المخفيه هي سبب الازمه يعني بيحكوا 21000 سياره طب 21000 سياره على ايش خصوص يعني من أوبرا وكريم وحتى انسى أوبرا وكريم يعني سيارات الخصوص اللي الناس تشتغل على سيارات كلها تشتغل على العموم يعني سيارات من الخاصة أزمة دوار المدينة صباحا إحنا اللي بنعاني منه إنه عمالنا بنفوت على دوار المدينة من ساعة وساعة ونص عبين ما نطلع من الدوار نفوت على الحي ونطلع اللي بتسبب الأزمة توقيفة السير من على الدوار الرقبة السير لانه ما بيفتحوا مجال للي جاي من دوار الداخليه انه يفوت على المدينه فعماله بتصير مشاكل كثير مش شوي واحنا اللي بنعاني منه يعني اكثر شيء لما تقعد ساعه ونص بنقله واحده شيء مش لمصلحه السائق قاعدين ندفع من جيابنا
مش من هو مش شرط المرور، شرط المرور يعطيهم العافية. يعني في ناس بيكونوا مقدرين ظرف العالم انه في أزمة وفي دوام وبكون متأخر عن دوامه، بس الصبحيات بالذات لازم يكشفوا لهم حل للمشكلة هاي. طيب انت برأيك برأيي انه المفروض انه غيروا رقب السير اللي على الدوار، البنات هاي المفروض يشيلوها من هون. هي البنات لو في رقيب سير موجود غير البنات كان بصير حل ثاني. والله أزمة هذه يعني زي اختناق مروري مجمع، يعني كل الخطوط تيجي على دوار المدينة، هذا بسبب الأزمة. والأزمة الثانية من الخامس لدوار المدينة تأخذ ساعة، يعني الأنفاق هذه بطلت تمر، يعني توزع صار مصرفين رايح جاي، والنص هذا شغال على الحفريات وكذا. هذا الشيء اللي خلى دوار المدينة يصير عنده اختناق مروري. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.